بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كلنتي وناكسنا خير الشرفت لي سيد عبد الرحمن بالكن كه الله يا دقي إلهي. إن شاء الله وخياري ما أنت وحن دوني يا إنا لقي بصدو وحيا لمهيمة وحن دوني يا إنا إن شاء الله تعالى سوى الجرو وبرنو أبو ردي النبي الله يا آدم أبيه نيهوري عاصن نمدي يا مرديدة دي وشيدان سمي يكدي مركي الله سبحانه وتعالى وأمري إنه ماركتي نبي آدم وسجوده سو مركا ملايكتا كمدها ودح جوبي سو ملايك ماها الله سبحانه وتعالى سورة الكهف وحنا وشاقين وازر كيس جينها سام معناه دو حوي إبليس وحوي يجينكو واسيد بلي آدم وكلا اختيار بليهم فري ويل وحلي راهدي ليهم هسي شي ملايك تا الله وحر سبحانه وتعالى إلهي معاسيان وحل فرو بيسميان فريد مركا كدي مركو أمريكا بحيي الله سبحانه وتعالى وذوقت إن إبليس إنه إله عاسي أو ديدا مركا يوحو شيء كتبة مرك إن شاء الله ما نتوح عن ربا مارك إن إنه سل أرجنو أمر ديدا دا إبليس سميي قال لما داس ومالن كا قال كنوضي إن معناها وأنا آيات قرآن وقاعد هذا الله يحرس سبحانه وتعالى مركو أمريكا على ديدا كدي الله يحكو تبع مين النوضي وكان من الكافرين بالي قالوا ذوق بالنوضي مركا أمر ديدا دا يقال لما دا إبليس كا عدن لما دا بلادن كو قبو أبو ردي آدم يعني كسو بالله بينا إن كدي بوحن كو حجير إن مارك تي وحياله إبليس بلا قاضي إنو بلادن كا أما فرعي أولادي النبي آدم كو سوين دونو أيان ويدان أدو إلهي إلى هذا مارك تي كشاكين دوننا إن شاء الله تعالى كدي من وين صودي دوننا anigu haduu ilaahay yiraahdo qarnigan 12aad idin keeri doona waxyaalaha mucjisada ay taagan iyo sida ay arintaasi ugu tacluuqdo dhaartii hore iyo hadalkii hore ee maaragtay Iblis ku dhaartay inuu bilaadanka ku sameyn doono marka kadib markaan maaragtay haduu ilaahay yiraahdo taa ka tagno waxaan intis doona in ilaahay subhanahu wa ta'ala qayb bilaadanka kamida ku tilmaamay inay sheeydaanka caabudaan kuwaana waan intus doonaa dadka yihiin iyo waxay sameeyaan iyo maalinkan maanta anoo idin keeni doona maaragtay haduu ilaahay yiraahdo qarnigan 12aad iyo sanadkan hadda aan ku jirnay 2012ka laandhehe 2022ka miilaadiga bismillaah marka insha allahu وأين بالله إن هدي له إلى هذو ما إن شاء الله وحوي أهرمها وحان ربا خياري مارك تهدي له هاي إدمو إن أدمان توحان ربا أتسمري إلى تان وحان إلى برتان هدي له إلى هذو مارك تي أرير معها مرك أدمان تعشر كان إلى قاتو يا مارك إلى قاتو ومارك تي إلى برتين إن شاء الله تعالى وحذرك دون توحي على بطن أو كاخر صونا يا حقيقة وحن رجينا يا ماركتي إلهي إذنكي إن بدنكي إنه ماركتي أما دمانتي ينبع إنه إيمان يتقود يودو أنش إلهي سبحانه وتعالى إن علم قد ما أنت كيه لدونه أن فريد أبو ردي ماركتي نبي آذن يعاسن مدي إبليس يسجود يا الله سبحانه وتعالى ملايكة أمري إنه يسجودان أبيه نهري آذن عليه السلام قرآن كتطبع جربي كجرتها سورة جوهر السحوي سورة البقرة مارك تهدي له إدمو إن مركا ما أنت وحنقلنا وحوي استدعس قيبت أي غد يرتهي قرآن كقصة تعلق يا مقرآن كقصة عروري أيه نقلنا هدي له إلى هذو إن قيبت السنة وحوي مارك تي قيبتها سنة وحوي وحي قجرتها سورة الأعراف مركا إنو باللونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. الله سبحانه وتعالى ولقد حقيقي مكناهم وحن بلادن ومارقتي إذن دجني وإذن دحلسيني وإذن مكنسيني في الأرض للك الحديثة وجعلنا لكم الله سبحانه وتعالى وحن إذن اللي فيها للك الحديثة معايشة نولول بان إذن يلي نولول يوم عايش يعيش إن تكون ولا تام بإذن يلي أنت أكيد رب العالمين رحمنك وحيري قليلا ما تشكرون إير وإذن كيد كمدة يا يقوم هذا علي الله أكبر إلهي أنا قد يقول أنت هيرا إلهي كم هذا عليسا عشر كوانسي وضعنا ساندين شيئا وحنك بالله آية دطبناد سورة التضباط يا قرآن كما سورة الأعراف يعني كبلوني مركا قصدي أبو ردة نبي آدن عليه السلام أيان كجرنا حصوصة وان بالله إنا هدى إيو عاصن مدى إبليسك أنت هكذا بألوحر سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله يحيي سبحانه وتعالى ولقد حقيقي خلقناكم واندنا بورني وإلما آدنا وبلادنا وضدك ثم صورناكم كدبنا واندنا الصورة ديني وقاب كدو التهيم باندين سمي يؤلل الله سبحانه وتعالى ثم قلنا كدبنا وحان كنري وحادو قاتن إريقا عربيقا قلنا وحوي أنجا وحن كل الوي عصي شنونك عربي جحلي راء النور تعظيم نونك سلوي نسين تلي هذا مارك هذا الكون والله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش العظيم مارك الوحي سبحانه وتعالى ثم قلنا كذبنا وحن كل الملائكتي الله الله سبحانه وتعالى اسجدوا اسجود لآدم نبي آدم اسجود فسجدوا ويسجود النبي آدم إلا إبليس إبليس إلا إبليس إبليس ما هاني لم يكن من الساجدين كو سجود إسو موسى كم دهين ودي سجودي خصوصا إبليس ملايك ما هين جنبوها ملايك تكو دح جوغا مارك تكو دح جيرا مارك إن شاء الله مرك لان دين باري دونا باللوغي ساسي ومارك علم غاسو كلا لكن هذا مارك عدون كاوحوها جنكا أسل كيوسا ملايك تكو دح جيدا كو دح جيرا كذب الله سبحانه وتعالى وحي يري سو إبليس الله الله قال ما منعك قال الله وحي سبحانه وتعالى ما منعك حي إبليس سو كامانعي أو كارهيري ألا تسجدوا مركا أنكو أمري إنا سجودد إذ أمرتك أنكو أمري معنها مركا أنكو أمري إنا سجودد حي إبليس سو ديدي سجودي إذا يامر كيغا ما شاء الله قال إبليس وحي يري أنا خير أنا كخير بدن منه إسجع وآدني أنا كإسجع كخير بدن بويري سببتنا محيطهاي وإبليس ويري أنا كخير بدن إسجع حويري إبليس خلقتني وحديقة أبورتي من نار نار بعديقة أبورتي دب أنقيق الهين smokeless fire بإنجليش كلي جاه ذا وحديقة أبورتي دب أنقيق الهين معناها دب إفيا أو طبعا ونغيق لهين بعد كابورتي وخلقته وحد كابورته نبي آدنا خلقته نبي آدنا وحد كابورتي من طين روبو فريد هل كاو حيرا انو فلان غينو الله سبحانه وتعالى مركو إبليس دي دي سجودي فرصد بوا لسي سبحانه وتعالى انو اسكو عدي وحو دي دي كالارفا وصميو فرساها دي ودن بابي سوماها كدي مركو آدم ودم باب الدونا لكن وحن تص دونا ماشي آدم إبليس كل الدوناين إبليس مركو أمرك الذي ذي سبحانه وتعالى الله حكير إبليس ومحد ذي ذي سجود صماها فريد وحوي إبليس فيري وحور ريز إن كان اكتفيري جوابتي سفيري إسلويني يكبر باكجرا الضاقي أيو كم النقضي كوا قوقي يكبري أيو كم النقضي نحوش يكتي إن إساقو وكا خير بدين يا إبليس واي وحو يرانيك الدب بادي أبورتي عن ماركتي غيق الهين أو الدب يادي أبورتي إساقان واحد كأبورتي لو بردو لكو كوركي دا أو السخة أو الإسكار نقو طبكو وحبو قباء طبكا كسر ريا وي فكر كيسو معناها نبي آدم بو معناها يسايا ويحقر ايا فير صدايا حولي هي معناها أنا كفي عن أنا كخير بدن أنا كدب كاسة دقة أبورتي أنا ككرت بدن أنا كقروح بدن أنا صانع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
isla weynidii kibirku waxaan cadaab iyo jahannam iyo khasaare ahayn akhyaari bilaadanka uma keento. Macnaha waxaad ogaataa gaaladu waxa logica la yidhaahdo ama caqliga iyo maskaxdu way ka wareegtay gebigoodaba. Xaqiiq kuma hadlaan, ibliisna waa macalimkooda. Macnaha wuxuu caqli iyo logic ka dhigtay anaa ka fiican uma sujuuday, waa isla weyn. Wuxuu iloobay nacaleeda ku dhacday in allaha isaga maaragtay dabka ka abuuray uu aadanna dhoobada uu xubaan ku sheegayo uu dhoobadana alla abuuray. Waayo aayad kale alla yidhi subxaana watacaala, maxaad u diiday wixii aan khalaqtu biyadii, aan gacanteeda ku abuuray. Dhoobada allah iskal oo aadan ka abuuray, dabkana allah iskale oo ibliis iyo jinka ka abuuray. Kolkaa alla agtiisa ma kala fiicna, laakiin ibliis baa sheegtay inay ka fiican tahay. Markaa wuxuu yidhi anaa ka fiican, oo dabbaad iga abuurtay, isagana dhoobaad ka abuurtay. Alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, qaala alla wuxuu yidhi fahbid minhaa, ka bax baa la yidhi jannada, minhaa jannadaa ka bax. Famaa yakuunu laka, kumana sugnaanin adiga an takabbara, inaad isku dhex weynayso fiihaa jannada dhexdeeda. Mar kale hadalkii lagu soo celiyey iyadoo dhinaca kale alla subxaana watacaala u dhigay waxaa la yidhi faqhruj, ka bax, innaka min assaaqiriin, adiguna ka bax baa la yidhi ibliis, waxaad ka mid tahay maanta laga bilaabo min assaaqiriin, kuwa la yasay, kuwa la xaqiray, kuwa la tuuray yaad ka mid tahay baa la yidhi, ee ka bax jannada. Aadan buu isagu yasayay soo maaha, macnaha uu xaqirayay. Fiiri subxaana watacaala siduu maaragtay, maadaama ibliis gaalnimadii xumaanta lahaa, isaga baa la yidhi ka bax, maanta laga bilaabo waxaad ka mid tahay kuwa min assaaqiriin, kuwa la yasay, ee la xaqiray. Eliga arrajiimna waxa weeye kii la takooray. Erigaa iyo xusuusta insha allah maalin baan video xiisela ka samayn doonaa. Waxyaala xun waxaa jirta soomaalidu ay ku dhaqanto, dad innaga naga mid ayaa rajiim ayaa loo bixiyaa rajiim kuwii la takooray. Mar kale arrintaa ka hadli doonaa. Kadib markii ibliis laga soo saaray maaragtay jannadii iyo darajadii iyo malaa'igtii waaweyneed ee ku dhex jiray, xusuusta hadda malaa'igta ku dhex jiray malaa'ig yar ma ahayn. Almalaa'u alaa buu rabbi ku tilmaamay subxaana watacaala suuratu Saad, mar kalean ka sheekayn doonaa. Malaa'igtii waaweyn buu ku dhex jiray. Kolkaa markii laga soo tuuray, ibliis wuu hadlay, wuxuu yidhi qaala andirnii, ilaahayow aniga dib ii dhig, dib ilinteedii dhigaysaa, ilaa yowmi yubcathuun, ilaa maalinka laga soo saarayo, ilaa maalinka yowmi alqiyaamada, ilaahayow hay dilin ee dib ii dhig inta aan jooga adduunkii. Cajaayib, cajaayib. Qaala rabbi alcaalamiin, wuxuu yidhi innaka min almuntadiriin, waxaad ka mid tahay ibliisow kuwa dib loo dhigay ee noolaanaya ilaa maalinka lasoo saarayo makhluuqaadka ilaahay. Fariid, xusuusta ibliis tawbad ma keenin. Maaragtay inuu yidhaahdo ilaahay waan dambaabeeyey cafina ma keenin. Fiirsada hadalkiisa kale, qaala wuxuu yidhi fabima aqwaytanii, maadaama sababta aad fogeynta aad fogeysay keliya ilaahayow darteed, fabima aqwaytanii, fogeynta aad fogeysay awgeed, laaqcudanna waqaacida, waxaan u fadhiisanayaa, waayo kuwaa u fadhiisanayaa aadan, ilma aadan weeye, lahum iyaga siraadaka almustaqiim, jidkaaga toosan baan u fadhiisanayaa buu yidhi. Macnaha waan baadiyeenay. Okay, fariid. Meeshan alla subxaana watacaala ibliis ku amrayo inuu aadan u sujuudo ee uu diiday ee ilaahay subxaana watacaala yidhi ka bax shaydaanka, ee maaragtaysna uu leeyahay ilaahu dib ii dhig, kadibna uu leeyahay maadaama aniga lay takooro, hadda fiiri isagaa istakooray, isagaa isa saaray, isagaa isfogeeyey. Ilaahay buu subxaana watacaala leeyahay hadaa ifogeeyey, isagaana isfogeeyey. Ilaahayna dee ilaahayna waxa weeye subxaana watacaala, addoonku markuu ilaahay ku gaaloobo subxaana watacaala waa la fogeeyaa, waa la tuuraa. Laakiin sababta innagaale, sababta bilaadankaale, sababta jinka caqligale oo ibliis ku jiraale, ilaahay subxaana watacaala samac iyo basar iyo caqli iyo wax walba inasiiyey, wuxuu nagu talagalay waxaas uu noo siiyey inaynu ku rumayno, oynu aayaadkiis ku raacno, oynu xaqa ku rumayno. Fariid, markaa wuxuu yidhi jidkaaga toosu baan u fariisan doonaa. Marka meeshaa lagu wada hadlayo qof keliya jooga aadan la yidhaahdo.
dadkan ibliis leeyahay waa luminaya weli may dhalan la socda. hase yeeshee aayad kale ayuu alla ku dhihi doonaa subxaanahu watacaala ibliisku run buu ka sheegay maaragtay markuu yidhi ilaahay badankood kuuma mahad celin doonaan way noo soo socotaa. marka wuxuu yidhi jidkaaga siraatal mustaqiimka ayaan u fariisan doonaa. ibliis isagoo sii wata wuxuu yidhi hadalkiisii uma laatiyannahum kadibna waxaan uga imaan doonaa min beyni aydiihim xagga hore iyo wa min khalfihim xaggooda dambe hore iyo gadaalba waan uga imaan doonaa wacan aymaanihim iyo dhinacooda midigta yaan uga imaan doonaa wacan shamaa'ilihim iyo dhinacooda bidixda waan uga imaan doonaa. fiiri ibliis erigu yiriday wuxuuna yidhi ibliis markaa walaa tajidu aktharahum shaakiriin ilaahayow subxaanahu watacaala badankoodna ma heli doontid inay kugu mahad celiyaan. allahu akbar badankoodna ma heli doontid inay kugu mahad celiyaan. fariid aayad kaloo qur-aana alla wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala fa abaa akthara annaasi ilaa kafuuraa bini aadanka badankoodu waa diideen ilaa gaalnimo maahanay ibliis bay raaceen cadowgii bay raaceen soo ma aragtid waxay diideen eriga alkaafira carabiga waxa weeye waa diidmo ama xaasinimo ama maaragtay ku gaalin ama gaalnimadu waxa weeye waa lidka ama obasiidka shaakir. marka muslimiinta alla subxana watacala muminiinta wuxuu ku sheegay shaakiriin kuwii ilaahay umaad celiyey. marka obasiidka ama lidka eriga ka horjeeda shaakir waxa weye alkufri way ku gaaloobeen ilaahay. marka ibliis wuxuu yidhi badankoodna ilaahay subxaana watacaala kuguma mahad celin doonaan. allah subxaana watacaala marka la hadlay wuxuu yidhi ibliis buu la hadlayaa qaala alla wuxuu yihi subxaana watacaala ukhruj minhaa ka bax baa la yidhi jannada madmuuman adoo sharafta lagaa qaaday ka bax madxuuran oo lagu xooray oo lagu tuuray madxuuran oo lagu xooray lagu tuuray oon sharaf iyo cisi lahayn ka bax allow soo tuuray subxaana watacaala. kadib meesha alla subxaana watacaala hadal weyn buu ka yidhi hadalkan aayaddan qaybteeda dambe qur-aankii ku jirtaa subxaana watacala ilaahay markasta wuxuu yidhahdaa ilaahay wuxuu awoodaa inuu bini aadanka ka wada dhigo dhammaantood muslim haddii uusan hadal haddii ayna kelimadaas ka lecelayn walowlaa sabaqad kalimatun qur-aankii ka buuxda hadduusan ilaahay qowlkaas ka dhici lahayn uuna qowlka alla odhan lahayn hadduu rabo bini aadanku dhan muslim buu ka wada dhigi karaa. marka kelimadaa muxuu yidhi alla subxaana watacala ku dhaartay markaas alla wuxuu yidhi subxaana watacaala laman tabicaka minhum kuwii ku raaca oo iyaga ka mid a ibliisow laamla'anna waxaan ka buuxin doonaa jahannama naarta jahannama minkum fiirahdayaa naarta jahannaman alla ku buuxin doonaa buu yidhi subxaana watacaala minkum iyo wixii ku raaca ajmaciina dhammaantood. meeshantadi ibliis subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday alla wuxuu ibliis u ballan qaaday inuu naarta geli doono jahannama waa naarta naaraha ilaahay ugu xun allah naga badbaadiyey. wuxuu kaluu raxmaan ku yiri erigii ibliis uu yiri aayaddii hore sooma xusutaan walaa tajidu aktharahum shaakiriin badankoodna rabbilcaalamiin oo ma heli doontid inay kugu mahad celiyaan allahna wuxuu ugu jawaabay adigii wixii ku raacaba oo badankooda ah jahannaban ka buuxin doonaa buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala. halkaa go-aan baa yaalla hadal baa yaalla ballanqaad baa yaalla ibliis toobad waa ka xiran tahay isagaa iska xiray maalinka halkaasa maalin maalma ka mid a sida xadiiska ahaa ibliis oo xanaaqsan baa guriga nebiga soo garaacay sala allahu calayhi wasalam jug albaabku sii nebigaa ka furay waa ibliis qoobka dameeruhu leeyahay waa la sifeeyey sawiradan shaydaanka laga sameeyo sida kuwaynu arki doono oo kale xadiiskaasaa laga keenay qoobka dameeruhu lahaa saasoo kalaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ibliis oo ma toobad keenay aan ilaahay dambidhaafu weydiiyey waa u diiday aayaddaasa hortaagan isla weynadiisii gaalnimadiisii hore iyo ilaahay oo u ballanqaaday maaragtay jahannama iyo naarta. ibliis waa addoonka keliya qur-aanka laynuu sheegay isagoo nool in naaro loogu bashaareeyey. gaalada kale ee bini aadanka waxa weeye toobadu waa u furan tahay ilaa maaragtay inay naftu sida fircoon oo kale dhuunta u timaado ama qoraxdu galbeed kasoo baxda mooye toobadu waa u furan tahay. hadday adduunyada gubaan oo ilaahay u toobad keenaan oo run ka tahay toobadaas ilaahay subxaanahu watacaala toobadoodu u aqbali. soo halkaa maaragtaan
then حصي شيء بليز بلن كاس والله كقاعد سبحانه وتعالى إن سقي يوحى رعاه ونارتك بحندون رب العالمين كدي مركي بليز جنة الله قصة وحوري الله سبحانه وتعالى وحقوص النقي نبي آدم يهوين دي سيحاوة يا مرك الله أبو رأله وحر سبحانه وتعالى ويا آدم آدم أسكن أنت وزوجك الجنة بحالي اللي كنا ولا هذا أو كحصلة أدقي حاس كابو جنة تجنادة فكولا أو كعنا من حيث شئتما مل الله ماشى دونتان مل الله ماشى دونتان جنة هسا بحالي اللي كنا ولا هذا أو أنت كعنا كعبة سورة ضانا لو يري سبحانه وتعالى وكوير معناها كو امي ميسد وكو قاجون ميسد وكو هرادين ميسد ودب كو قبصن ميسو الجنة كو راح يساليني فريد نبض بو كنا ولا آذن يحاس كيسا هنا سبحانه وتعالى مركو النبي آذن أبو ري عليه السلام وكو حاس كيسا نو أبو ري سيو قلنا قادو وكو حصل معناها وي ماركتي وذي صاحب النقطة مركا لو يري سبحانه وتعالى فكلها من حيث شئتما مال الله ماشى دون إنسان كعنا حصي الشيء هل شروط بالغحري إن النبات كنوا رضان ألو يحل سبحانه وتعالى ولا تغربا هاو دوان ذا هاو دواننا ولا تغربا هاو دواننا حاوية آذن يحاو هذه الشجرة جيت كان هاو دوان لالي هذه شجرة جيت كان هاو دواننا حداد دواتان بوير الله سبحانه وتعالى فتكونا من الظالمين وحدك من نقضون تنظالمين تا عجائب هاي دلواتنات بنتقلنا وسورة العراف وي الله يحرس سبحانه وتعالى فوسوس لهم الشيطان كدي من الشيطان بل بذو دي وسواسي ليبدي عجائب سوى وخشف وطصو لهما لبذو ذا ما أورا عنهما وحي لقى قريي فعورذو دي سعورذو دي لقى قريي يشرفتو دي قرصو ماركتو قرصوني يونا قدو قرصونا سيو عبايو اياو إبليس وسواس كردي سو ماركتان عجايب وحي لقى قريوها من سواتهما وماركتي حمانتو ذا وعورذو دي سيو تصو ايو وسواسي وقال سو إبليس كلي حاوية آذن من هاكما ربكما حاوي آذنو خبقين إذ كمر ربين جيد كان إن أدود واتان أماد عنطان عن هذه شجرة جيد كان أكتين جيد كان إيالا إذ كمر ربين إن أدود عنطان أمود واتان صوبت اللي إذ كره بوحيتاي إلا ما هاني أن تكون ملكين إن نغطان لبا ملايك بل بيانا يعود بالله من الشيطان الرجيم أن لا نغطان أن تكون ملكين إن نغطان لبا ملايك أو تكون من الخالدين أما كم نقطان كوا وارو اللي قدي من مويان عجيب إمورتاليس وحيري إلهي سبحانه وتعالى وحكى لقيت كان إذا كبر ريبن وحكى لقيت كان إذا كبر ريبن إلا أد نقطان لبن ملاي أما أد نقطان من الخالدين إلهي حسوسة آيات القرآن وحكير سبحانه وتعالى ومسقنا نم بلادن ك وح بلادن إلهي ما أبورن وآه إن ولي قد وارضان إن ولي قد واران الله سبحانه وتعالى وحيري كل نفس دائقة الموت نفكس تجيري ذو عددامي قل كاوحنا ولانا يا مجرو وجه إلهي بباغي نغنى يحرية عجاي بين بوشيغي شيكوين كالصومالي واحد نغشان اسكا كتر كترين كولو رجري إبليس وحقوق يا محاوي آذن انتو سوك حيي أيا أمارك تي هبين طيح جرو أيو بلي يا معيل أما ور كوركيني حاوو تصي يعني هماجي دي أما السور كيدي كفلشين كذي به مركز كويري ماركتي ناكتنو آدم فلا غضا فيري وحاس وخرافات وكان سببتو واتن وحيري مدوني سينا نغوطان لابا ملايقا موليقي نولاتان مركز لنا سورة ويوسو دو دهي سورة الضاها إبليس حكويري حاوي آدنو ماركتي ميدن تصا بغرطويا موليقي دي كدعين وابينالي إبليس وابينالي بين بوشيغي marka runtii wuxuu ku yiri ma doonaysaa inaad noqotaan laba malaa'ig ama kuwa waligood waaroon diban hadalkii markuu saa ugu sheegay fiiri hadalku daba yiri akhyaari waxaan doonayaa aayadan inaad ii xusataan waa aayada 22aad ee suuratul araf waqasamahuma wuxuu ugu dhaartay wa iblis
إني لكما لمن الناصحين إن أنكم إذا كوا يدين استحيانية كوا يدين دنينية كوا ماركتي وناجين جعل إن أنكم إذا هاي أيو يروان الكود أرتى الرماية الله إبليس بن بدن عود بالله من الشيطان الرجيم فريد أي نوض الله سبحانه وتعالى الله يري فدلهما بغرور وأوقاضي إبليس وأوقاضي ونسور هدي سوسور هدي جيت كي ليره ودوانين أي عنين الله سبحانه وتعالى فلما ذاق أريغان ذاق وذاقي حولها إنو رنجن البوغي وكجرة ماركتي قرآن كريم كيف صمالي كجرة بوغان كقري إن شاء الله ومردو ماركتي ان سوقيد افريكا دبري ميل كستو بواق اسلامي قال لو هيو اما بواق علمي قال لو غدو ياد كهلي كارتا ان شاء الله قربانا ميلها كلوان كين دونا دولا يرادو marka erigan zaaq zaaqa wax weeyaan waa soomaaliyeen waa daaq allah wuxuu subhanahu wa ta'ala falama zaaqa shajarata markii geedki daaqeen badad lahumma markii ba waxa umuqday lahumma iyagi sawaatu xumaantoodi تركيبا كدعا شرفتي با كدعا ويقا وسمين ان كدب نمحي باللابين وضفقا وحي باللابين يختصمان إن اسكو الضبولان أو اسكو كوفر قرأي أو اسكو قريان عليهما كركودي معنى عورضي كدعا من ورق الجنة عليمه جيده جنة الورق وعربي وعلين ورقدنا واليده هذا ورق الجنة عليمه جيده جنة ما ركتي أيه باللابين يسكروا الجيان انت مركز سمايين أو ما ركتي أي دنبابين أو جيد كي الله ودك سبحانه وتعالى أي عنين أو كدبنا أي فول حمدو دي وحي إبليس الرهبي أي كل عضي أو يقا واسمون أو دنبابين إلهي سبحانه وتعالى سيد إبليس كمان صوتور جنة آذي يعود فيري وحي آذن فيري ان سوره الضحى لو شيخ سبحانه وتعالى ان النبي اذن ماركت دنبابي وان الهو توبت كيني الهين هو كتوبد اقبلي وان هاجاجي وهنوي ساسكون او كقابلي والهي سبحانه وتعالى وحويان سوره الغافر هدان تغنو قابل التوبه الهي توبد واقبلها ادونكي سو توبت كينا مركه انتاس دحدي وناداهما رب قد أيا سبحانه وتعالى الله اللي رب قد بأو ياري رب قد بأ الله اللي سوى كله ألم أنهاكما ميانا آدني حاوو أنهاكما إذن كريب عن تلكما الشجرة جيدكي الناس مركي وروح ليري هذه شجرة جيدكا حد نوح ليري عن تلكما جيدكاس شجرتي معناها وجيت أكتي ولجيو يعني عنين جيت كي الناس ميالا يذكرهم بيد الله سبحانه وتعالى سبع ذلك سوى رب العالمين وحجري وأقول لكما يانا لبدين إذن كورن إن الشيطان شيطانكو لكما لبدين عدو مبين وحيدن كي هي عدو عد ميالا إذن كدقين هذا في رعاية دامرك الأخياري إبليس عدو نمديسة مالك آدن الأبوري إلا مالك قفك قدام بيا بلادن جو وعدوك بلادن ك الله آيات القرآن كتاب كيس القرآن ك ويكبو حن إبليس وعدوك ينيهاي إبليس محو عدوك بلادن كويهاي هل وحبو كويهاي إن بلادن ك قالوا بين سيدي سوكله كدي من جهنم الله قالان عشر كي جو حن كسوق قبل قبلين دوانا ماركتي إبليس كحكول وحن هذا ينتصه يا كلن كي وهرية دحمري ابن آدن ك بلادن ك يا إبليس waxaan idin keenay doona kulankii ugu dambeeyay ee dhaxmara shaydaan iyo dadka waxaan dhaxda ku jirtaa sidoo shaydaan ugu dhaartay waxa uu dadka ku sameyn doono iyo sidii dadku u raaceen anoo maalinkan gali doona akhyaari samar haye la yeesho 10 kan wallahi qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiib u siiyo iloobi mayst waliga ay allah marka la wuxuu subhanahu wa ta'ala hawiyaadana oo miyaan aan ku oran ibliisku waa cadawgiina cad maxay idin helay الله أكبر قال وحير هذين ربنا ربك النو ظلمنا أنفسنا نفتنا ذي بان ظلمني لبدنا ذي نفت بان ظلمني وإن لم تغفر لنا أهدادن إلهي ونود مدافن وترحمنا وظنون حريسا
لنكونن من الخاسرين وحن كم إنه هو خساري رب العالمين وهذا نو تنبدافين أو ذنون حريصا وحن كم إنه هاي هو خساري فيري إبليس محويري محسن إري قورو يري حويري أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مركي الله الله يلي إبليس ومحاد أمرك يودي ودوك سجود ويدي أمرك أنكسي ود سجود آدم ولد عويدي حويري أنا كخير بدن كان أنا مارك وسجود ماي وايو ريسن كل شيء كان محيطه حويري أنا قطب بعدي كأبورتي أنقيق لهين وهرعة إسا كان واحد كأبورتي ده بدأ مدو فاشعون مارك وسجود ماي وقالوا بي وسي قالوا بي لبدنا حاوي آدم دم بي قالين سمع مارك دم بي قالين الله سبحانه وتعالى وويدي ميان إن كدي جيت كأسوان تقول ها عونينا ميان sidoo kale idinku oran sheeydaanku waa cadawgiin cad ee iska jira maxaa dhacay jawaabtoodi waa tan waxa jiraana ilaahayow ya rabbal caalamiin naftanadii baan dulminay ee haddaad noo dami dhaafin maalinkan maanta oo noo naxariisan lanakuunanna min alkhaasirin waxaan ka mid noqonaynaa kuwa khasaaray oo ibliiskuu ku yahay aadan uu ka soo haray allahu akbar asay yeeshee aadan iyo xaawi jannadii waa isdaayeen geedka ay cuneen darteed إبليس باك سو ساري جنات سببت إساقالها قال الله وحيري سبحانه وتعالى إهبضوا كالداد علي لكدقى كبحا بعضكم لبعض عدوون قاركين نغارك كلا عده وكل نغضو دولك التقالي هل كان كذين ما أنت جيبنو حصوصتا الله آيات قرآن كلا وحيري سبحانه وتعالى كما بدأكم يعيدكم إلهي سيدون هنا أبوري أي جنسو علين دونها يري جنات حاوي هذا الوقع بوري أي أيوة إلهي دوني يا سبحانه وتعالى إن نكون قرنينا ومؤمنين حصي شيء تستحم بعدون في يلا أدو جيني كوا بعد إبليس نواجهه هلا يسلاريو عشر كان ما أنت قف قاطع وأنا تسوق السنة هدو إلهي رهذا خياري هدو إلهي رهذا وحن ربع إن أدماركتي يعني السبتان إلا أنت عشر كان كده ما ين يوم حياة معجزة لي وأن ماركتي وضمن الرجال بيت كواركي يندوني إن اللقيب صلوا مركه دو إلهي رسمري يا إلهي هيدك أجر سيئة مركا لوحر سبحانه وتعالى كبح علي الجنة حاوي أذنه وقال لك سصاري يقين سيدي بلي سوك لي بعضكم لبعض عدونا غارنا غاركين كلي عدو كنا وكا بلادنك يزدلي مانتا حتى مسلك بيزدلي صومالي بيزدلي وكا اللوحر سبحانه وتعالى ولكم في الأرض بل كان وحا إذن كسوك ناضي مستقر ماركتي إن أتكون إنا إن قط ماش أتكون ولان الله هيدين ماش أتكون ولان الله هيدين إن ربع إن كصوناتي الله يحب كل يوري سبحانه وتعالى إيوه ومتاعي وإيوه ومتاعن نقول كلام ماش أتكون ولان الله هيدين وقتي بالإنسية أتكون ولاتان وأتكون ماركتي أفلحدان ماشة أتكون ولاتان إلى حين إلا وقتي قام بالله وقدي سبحانه وتعالى إلا وقتي قام ومدى بلك على كون ولادي سبحانه وتعالى معناها إلا صورك الله قافوفي وقف كستين تولدي سبحانه وصورك وراء كدي من هذا الله صو صار يدوره هل كأكون ولا يدري الله سبحانه وتعالى بلادنا كله هنا كيري فريد وحندونا يا آية شلعتنا سورة الأعراف قيبكم إذا بالله بيا وحنا كحرة يا وحنا ما أنت تاجني هذه لسعطان الله وحيد سبحانه وتعالى آية دنا خيار في الصدى آية دايلا في الصدى الله وحيد سبحانه وتعالى قال الله وحيد سبحانه وتعالى فيها دولك دحديسة آيات تحيون أكون ولا ندونتان ولكاد كنا ولن دونتان باليل وإيرث إيرجا إيرث إنجليش كأصل كيس وعربي وحنو كيمة الأرض وحنو ردن أدركتنا حضارات إني ممكن نجري البيت كويستان إسلام كي عربي أو كهني دي دين إسلام كورن عربتو ضد عوانو بادية هين ودين إسلام كوحنو ردن نمر هذا إنجليز كي 1 2 3 4 5 ليرة سومالي وينو قر كله بس ده لاتين كه عربي نمري كالباليل عربتها سمايزي يروبيانكو كون يشم بقول الصنع وحي أودوا لهايين وأودوا وعيين إن أي إبرك كقدر عن سفرك أو وصفت أي مركا روما نوميركا روح اللي جاه ذي بضان إماركتي إماركتي يعني في إيو إكس إي إم إيو ساسو كلا هي تحجرين هاي عرفت زيرو بيد ضبطكتي سجالكي وان وسجال لبيد ولا ضبطكي وسجال بول وحن الإسلام كي ككيرين مركا وجاذا مركا لوحر سبحانه وتعالى فيها تحيونا دولك دحديسة تكون ولا دونتان وفيها تموتن دولك كانت كل من دونتان فريد نكا بيكيانك صومت غانا اللي يريد إيلان ماسك يريد مارسان دقيا طيحان ضد دريا هل كاسان وقورينا وحبكا بجيرو وفرود ومسوق ماسوق
لعقتي يوحي إلى هيسي كل والو عذابي أمبو خسارنا يا هيدا سهر تاجن لمش نقف بلا آذن أو إلا مالك يوحني سبيس بروجرام كي صادش عربحية ندي يوحني كرو قادان أي شيء كان لمش يجينا خيار يقف بلا آذن وهو ذا كل انتي كهو ذا حتى يسوق ديارته كنت قال الله ديارته زي كل عذنا ديارته دي زمارك تي كوجو بتوع ما كنت على كل فتام مسك على نقطنا كل كوي مادة لما أنت تقول كي كل انتان لما أنت تقول كي كنوريين حتى لمش يجين هل قف وضيع كم عيد أنتوا راعي هو ذا السر كنا وراضي أما ملك لا هذا ولا حتى لما حتى هل قف ولا وين لمش يجين ضيع كم عيد هو ذا كوقر حتى إسكالتون كودي لفوه ديو مدى كدي مرخو دول كودو عليها لكي اللي هيلي كرو كي كالانا ميالها ساحيوان كدور جوكتو كوعنا حدو بدا كودا عانا دي كالون كاسدا كوعنا يا ممالايقا مركا اللوحر سبحانه وتعالى دول كاد كنو ولان إيسان بلادنو ميالك لكمان دولان كرتان إسكال اللوبة اللوحر سبحانه وتعالى سيدو كالي وفيها تموتون دول كانت كودن من دولتان بلادن ميالك لكودن تلمشيين اللوحر سبحانه وتعالى ومنها تخرجون دول كان على ذكر صار دونا قفص ماذا كل أنت يا مالك لو كل أنت بلادنا مجرو ماركتي لما أنت بلادنا كل كان يكون ولين دول كان كل من دونا هل كان على قصص صار دونا ما شاء الله إن أقول لسي وأن الله سبحانه وتعالى يريد سوى النبي الله لي الله يريد سبحانه وتعالى إن ماركتي سوى الله لابن آدم تدك إنسان كالوحر سبحانه وتعالى يا بني آدم إلما آدمه قد أنزلنا وحان إذن سود الجني عليكم لباسا درك الله حدان إذن سود الجي يواري درك سود بولي سواتكم عوردين عن أحمانتين عوردين وي وقاوند قاوند ووحيابا شايدان كبالا قادو قاد قاوند ودقر حمق وقال لما وان عاسن وإله العاسي ويشايدان كيوحر مي ويقاويين haddii wadamadan reegal beedka waxaan aragtay ee maaragtay xeebaha iyo badda intay tagaan isu daqaa qaawinaya waa shaydaamo xusuusataas waana sababta Ilaahay subhanahu wa ta'ala tumarkeena islaamka xijaab ku saaray ragana leeyli jiribka ila xudunta waa xaraan inuu isqaawiyo marka wixii isqaawiyo waxa ogaatay ay awrood muujiya waa shaydaan waa amal shaydaan saarin tus doono fiidiyogan waxyaaba in ka yaablaan tus doona duula ilaahdo halka la wixii subhanahu wa ta'ala waxa ogaatay bilaadana wuxuu yiraahdo subhanahu wa ta'ala markaasani in soo dejiyay si aad ugu qarisaan maareeyta awridiina warriishan quruxna waa idintahay allo isoo sii wadu xil subhanahu wa ta'ala walibaasu taqwaasi iyo shay labiska taqwada iyo cabsida ay ilaahay labiska dhowrsanaanta labiskaasa dhalika khayrun kaasa khayr badan allo isoo sii wadu xil subhanahu wa ta'ala dhalika inta la ino soo sheegay oo dhan maxay yihiin waa min ayati illahi وقيب وكم من آيات إلهي لعلهم وحيمدينهم بلا ذنكو يذكرون من أيوان سماني سماركتان ما شاء الله مركا آذني حوالي تكليمت إلهي سبحانه وتعالى ما أنت بلا ذنك أي الله الله يا رب العالمين حويري يا بني آدم الماء ذمو لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الله يحرس سبحانه وتعالى الماء ذمو يوسن الشيطان إذن فدنين سدوا وابيهين سدوا وقصوا صاري جنة أبويكم أبياشين حاوي آدم سدوا جنة وقصوا صاري يوذن كرا إذن فدنين وعذاب كذن قين من الجنة وجنة وقصوا صاري جنة صاري داسو ينزعوا سوء ماركتي وغطورو معناها وقاويو عنهما لبدو حقودي يجي حاوي هذا المعناها لباسهما اركودي شرفت على إلهي سيي يغطورو وقاويي ليريهما سوء تصو سوءاتهما حمانتو دوا عوردي إلهي وحر سبحانه وتعالى نقل إنه ديقى يهراعين ويجي جوابته ماشي بيدع عايدو الله وحر سبحانه وتعالى إنه شيدانكو يراكم ويدناركا هو إساقا وقبيله يقبيل كيس ويدناركا بلادنو من حيث لا ترونهم من آذي من أيدان كأركين بيجوغان يق ويدناركان لكن يدنكو ماركتان كدب الله سبحانه وتعالى
إنا جعلنا شياطين إنا أنك سبحانه وتعالى لوح سبحانه وتعالى إنا جعلنا شياطين شيطان ماذا وحن كدقني أولياء صاحب بضع أما كوة مارك تهرجوه هو أما كوة حكومة للذين لا يؤمنون قال ذي با مدح لوغة لغي شيطان ماذا وايم حاس محا مدح لوغة لغي سان قرآن كما يلبضا كو أرقني أدونك مركو عليه رحمن كي أبو رديد إنو رميو رسول كيس رميو راعو إلهي كبقو وطماتك لشيطان بو مقرم يا شيطان بو كبيري رجمالهان مركا مارك تي كدبنا مركا أيضا نكسو قبقبين إن الله وحر سبحانه وتعالى مركا كوي قالوا بيا شيطان كولي اللوغة لغي وإذا فعلوا فاحشة مركا يفول حمص مئيان قالوا وحيرا ذنا وجدنا عليها وحنكيه اللي حمانت أرنتن آبا أنا آبا ياشنو والله أمرنا بها سبحان الله إلهي بانا أمر إيرا ذي الله سبحانه وتعالى سوك جوابي وحيري قل رسولك الله وحتر ذابالي إن الله إلهي سبحانه وتعالى لا يأمر إلهي ما أمره بالفحشاي فالحمي حما فالحمي فحشاي إلهي ما أمر عليه إيه أتقولون على الله ما لا تعلمون موحدا أقوم بد إله سبحانه وتعالى كل يديهم بالي فريد قال هذا مرك يدم حمان سميان أما إيه مارك يدم بالسميان وحيري هذين أبياشا ما أنكيه اللي كسو قاني أرنتم إلهي بانا وأمري سبحانه وتعالى إلهي أرنتها يسوي ديدن سبحانه وتعالى وبنته ذي نتوسي وحيري وعد كتر هذا إلهي سبحانه وتعالى فول حمي فحشاي ما أمره إيه أتقولون على الله ما لا تعلمون موحدا علمي يقون اللهين وإذا أقيم بدليه كل دين آيات كل القرآن الوحيد سبحانه وتعالى الشيطانك وحيدا فريا فول حمي فحشي حمان إيوه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ينات كتر هذا إلهي كشيكتان كشيكتان إلهي سبحانه وتعالى وبين كشيكتان وحيدا أقول معناها وحيدنا قونو لهينين إلهي معناها كشيكتان وبينا وبينا واتنا أيضا شيطان بأمري يجينا قلبي قوقلي وحيري ساردها مركا الوحر سبحانه وتعالى قل هذا شيطان وعدوين وحونا إذن أمري ويدين شيكيين إلهي بين كشيكتان إيا وحيدنا قونو لهين فريد ما شاء الله مركا إن تاهد دي انو هالكا وقبح انو عدو النمذي الشيطان كاينو سلا عرقني وحان تقينا مارك تيهدو الى هيرا هدو سورة النساء بان تقينا وحكالي وآذي هادو قابدران وهدو الى هيدين رو يهي ويبليسكو دارتي وحكالي ويبليسكو دارتي ايان انتوسي هدو الى هيرا هدو سورة النساء بان جوبنا سورة افراد يا قرآنكا وحان تقينا هدو الى هيدين رو يهي أيضا بقولي تطبيق تبنات سان الدين شيء خير وحنتك عود سنة هي إن تسميرية لتان ودمانت عشر كان لقاءتان إن شاء الله تعالى وتكفى إذن دونتان فريد ما إن شاء الله الله وحير سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا الله سبحانه وتعالى سبقوا الرمية كوا مشركين تأيير هذا وحبان عابدنا إيا مشركين تأيير إلهك الصهري عابد الله سبحانه وتعالى إن يدعون أميريان من دونه إلهك سكو إلا إناثا مددق ماهني معناها وحبين تأيير إله وشيغان وحددق بي معناها إلهك بكتنوي حصيغة شيء رب العالمين وحليه وحاد الدقاء إلهي كدقتين وحكى لماهن وحوي وين يدعون ومن يريان إلا الشيطان المريد إلا الشيطان حن أو معارض أو قال موياني مركا وحاد مغشين معناها هندوغ يقوى كالو قالا وحي ماركتي
gaalnimada de ay dumar ay waxaan ka dhigan waa shaydaankii iska dhigaya marka aydan baan doonayaa inaad la aragtaan iyo ayda suuratan nisa ee 118aad waxyaab laan intus doona hadii ilaahay idmo alla wuxuu ila a'uudu billahi min ash-shaytan rajiim لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الله سبحانه وتعالى ان على ذا كل عضي لعنه الله ان على ذي والشيطان وقال وحيري لاتخذن وعن كي يلن دونا وعن كي دونا من عبادك رب الهي والدوم هذا بد تتكوي الدوم هذا نصيبا غيبك مدى وعن كي دونا مفروضا هو اني ما عابر لي هي بانك نعلى ذا كل ابليسي و هو يري الهي و دوما هذا قيب كم اذا يان كدغن دونا كو انا نقول لي هي بجيب جيوبا فريد حار وين ايضا صوص صوت اهدي هذه الاركتان مركا ابليس و هو يري سوى سيوة معناها إلهي سبحانه وتعالى كلامك سنوشي يقول في الوحد وقاتان خيامته هو إن إبليس كوشا غيستوحوية إنو ضدك إلا هذا كاكدا دعي إنو سن يساق جرن موكسونتنا خياري إن يهود ما أنت الدنك جوك كتاب كتوريد مركي هو قالوا إن بوغ اللي يهيم يقا يستميستان وليلا تالمت وان شغاكو لان كتاب كتوريد وماد ميد ريليجن ما أنت وعودو يكو وضن كلاي ماركتي كريستان كشا كتاب كتبت إلهي وابدلين واي تورين وحي يقول ليهم بيستميستان marka buuga ayuu leeyahay taalmin la yiraahdo shaydaanku ma jiro shaydaan way ka saareen maxay kale ka saareen janno iyo cadaab kuma jiro yahuuddu aakhira ma rumaysna sidoo shaydaan ugu gaaloobay ilaahay iyo maalinkii yoomil xisaabka ahaa iyo iyaguna ay ugu gaaloobeen ilaahay iyo aakhiro soo ma aragtaan maxay kale sameeyeen wax weeye إلهي مركو سبحانه وتعالى ويدور بن إسرائيل ضد إلهي دورتي هاين كدي مركي قالوا بين وإلهي سبحانه وتعالى ضيري ودلك بركي سنا كعيري وحاي سمايين شيدان بيوتكين وحي لانا ندور عضو سجن الدي أدوية جعيل بفرتك ساري في حصوص طعد سورة الهود بيكو جرتا الوحر سبحانه وتعالى قفك أدوية كلي دونا آخره قالوا بي والله سين وحالا وحرة والله جانا نسقى من ماي وبليونز بليونز ذهبي وحالا وحالا وحرة والله سين صور ربو نوران في الصدية قال لنا وحر سبحانه وتعالى وما في الآخرة إلا النار آخرنا وحن ضب النار هين أميال كل كواحد وقاطع قف كعدون كإلهي كقالوا به إذا ثاني الدنيا دون يا وقال كنا غضا الدنيا دبورة ذهب على سيا وأنا وحي يهود ما أنت هايستان حد هسيا شيء نسيبك وينابي كقالوا بين والله بالله وحي تاي مالها الدون كان مركا لبرو ديك آخره وانا الله محبا عاين مركا أنا صور نغني مركا وحوي إبليس خيامد سيوين وحي تاي إنو كدار دعيو وو مارك أشيغو كو إساق الراعي يو دوف صدي إنو سنجرين بي إنو سنجرين بي وانا ماشي يهدو أي مارك تاي بوغو ده حد أي هستان أو تلموغ اللي يراهدو تلمد اللي يراهدو هاي كسارين بي إبليس وعلو مين سدابي ولو مين في سمر كوي ريبليس وايدا وقال سغالي تمناد سوره النساء حيري ولا اضلنهم وانا لمن دونا وانا لمن دونا حيري محو كلو يري ولا امنينهم ولا امنينهم عن رجب وحانو بلغادي دونا رجب يانا داي ولا أمنينهم وحانو بلنغادي دونا رجب بيلا أو خياريا فيري والله عكتي وحاني هساني موزقي وحان قرونكا يعني بلنغادي دونا يماركتي إبليس ليه وقال لدي سيو حي بلادن كي سمع في السمركة وحو كيرا مركو كوبادو حي روان لمن دونا مركو لادنو حي رو بلنغاد بيانا نصوين دونا محو كلو إبليس يري ولا أمرنهم وحانا أمر دونا aydan soo socotaan doonaya inaad ila fahantaan falayubatikunna waxaan amri doonaa falayubatikunna inay ancaamta lo'da geela iyo ariga dhagaha ka jiraan fariid xaro erigan falayubatikunna dhaga jariddu
ورقي الله يرجع أدبان في هذه وحيتهاي معنى إيمان السماين معناها لقى جريد وحيتهاي هي ماركتهاي إن ده مصمد يبقى مايا لقى جريد وحيتهاي كدي بوحا أوكي فريد أغن كيني صومالي قاها قرآن كو خير واحد وقاتها هذه بلشو ده تاي بلشو ساينسكي يماركتي علم ساينسكا كهر مرتين الله سبحانه وتعالى كل هذا يا أيده ساينس بالجوكيني وكل جهران زلكرية وكتبنا عبوطورة هذا حسابيها أنت يا أيده حساب الجوكين حتى اخترتها يا أيده اخترع أو اخترني ما أدري عارف ما أتكع سيرة سورة المؤمنين كجرت إله سبحانه وتعالى سل بلادك إلما هو على الجل وصورة شوية الجوكيني كل كا أريجني وحوي وأري ماركتي and وكران كرو قفك حول دقتها هنجري أنا ولا أزدي جرب أنكو جاري ويلان رأي عجري شنجر إلا يتدب جركي ويلا الله ذا كل كا وحوي ناف كمرك اللي دلي وحي يري هذا ناف كدك تجرع صوم كمان مغل دك تديك الله دري ودل وي إبليس ماشان وحلي هي أن عامت أيان أمر دونا كوا قال ذا إلى شقيا إني دلان أن عامت أيان وحن أمر دونا وليب اللقظة يعني جيلة إني دلان سومالي وحن حدد عشر كان دي ستو تدك سومالي ذا أشيك تدك ما أنت هدونك معلول بالي للدونية حوليه بالرواء إن ماركتي لبابيو وحن ردن لخصاريو سيدا درتي دو حي دونية حوليه إني دلان أيضا أنت أنا لما يستران وحن دونية أخياري إنه فيديو غني لداوتان وحير أنا أريد أن شرح الدوانة هدوية لهي جراهدو أنا أريد أن شرح الدوانة وحندوني إن الفيديو غن إلى داوتان إن شاء الله تعالى وقبل كان نبراسك إيه مريكنك أيا وحا دعلي إن طبنانكن الله الذي لي remember إرغي شايدانك وحن أمر الدوانة إن دكتك جران وإن الدلان وي أن عامتي بالذي لي واكن أن عامتي بالذي لي اللغضي بالذي لي ووحو شايدانك أمري بحال لو قادي لوضن أما كتل كان سيد إنجليز كالويرة هذا وان عامتها قيل كي أي بيها كعب الجرين بأخياري اللو سمي يبيه السنة لسي يكدي من أيقو كومنانا أي أي نبراسكا استيد كالي هذا أي مرايكن كاكو دنتين كومنان بالدي لي حصوصتا إبليس محويري وحان أمر دونا هنا يان عامتها ديلان هل كان مشيك بايد نكجري سومارك تان وحوي waxaad kala kama qashayeen Bill Gates iyo kuwan leftistaha sida maareegta naagtan congressman ka laga soo doortay ee state of New York ee AOC liiraahdo iyadoo leh loodu gas bay ku sii deysaa dunida macnaha neefta ka timaadan loodan adduunka way ku leenaysa ee waxa weey looda waynaan dilo waayo dhibaato inagu haysa Bill Gates muxuu yiri loodan dhibaato inagu haysa adduunka way ku leenaysa الله إنتين ندلو أي نمارك تي تذكر واحد سين نابويري سنترج ميد هلي برشل جسم يوم معبلا سبحان الله وتعالى هلي معبلا صو وحصنا فيري نار توح يكون الدون أن صلا ما لينجيت كزقوم ليجاهدو تذكر بلادنا ككل عذاب يانا واحد دون يانا هنا السيان هلي بالبروتر شيبار الجسم يي وسنترج ميد وهلي بلاستيك الجسم يوم من عركة جوجينية سو مارك تان marka waxani ma aha lood inay adduunka ku leenayso waxba kama jiro waxaas waxan shaydaan ba amray wuxuu ku amray inay looda iyana caamta iyo geeli ariga dilaan akhyaaray Soomaali haddaad aragto xoolaley ama aad ogtahay wax dibadda ka yimid iyo khaan xuno Soomaali oo lacag soo qaadi xoolihiina iyo dhaxgelin dhaha xoolihi adduunka la dhameeyay adduunki macluul bay u soo wadaan dad beerihi bay baabinayaan waad aragtay haddii Ukraine kubanaan kun oo tan iyo iska gubeen askartii Ukraine-ka markay magaaladii maareeyay Mariupol ka qaxayeen adduunka maareeyay macluul bay la damceen nimankii maareeyay xukuumay meeshan oo nimankii aan idin sheegay shaydaanka caabudiya xoolaha dhaqaalaha adduunka riyagaale waxayna go'aansadeen inay dadka tirtiraan bilaadanka in yar oo in yar ka soo reeban inta yarna waxa uu Iblis ku amray in hada soo waday keenay dooran markay Iblis soo maareeytid wuxuu yiri falayubatikunna waxaan ku amri doonaa wiil inay xoolaha dhagaa ka jiraan dhaga jaridaas waa dilid fiidiyo baan insa in loo dii Mareykanka la xasuuqayo Mareykanka Afrika wuxuu la wadaagaa
أفريقيا waxay ku nooshahay beer iyo xoolaha nool. Mareykankuna waa dad maareeyay hilibka aad bay u cunaan, xoolo nool iyo beeraha way labadiina duulaan baa lagu jiraa. Marka Iblis wuxuu yiri فلا يبتكن وحيجري دونان آذن الأنعام لقاها أنعامتا أنعامتا معايتا واللوضة وإنجليش كل ويرا هذا كتل أما كارل سيدا مريكا اللي غير هذا أريقا والله من نوع الرئيدة يقيلة انتا ساقران كان عاملي هذا الصعودة مركا وكو أمرين يحسون أنا وحان هذا دين شيء إنو بيل جيد فقط بيي انتدك هيومن كالبلادن كالقود سيو والله سيو سنتيريك ميد سنتيريك وحوي وحما عبلا بالمثل توش هو سنتيتيك لايد وي وانا اللي سمي ما يقرتين قلنا القرح دي الله سبحانه وتعالى وين افتين كي الضياء هاي افتين كي هاي دي ضيع قمر كي النور كي لها وشيق معها ووحب لها نسمي سو معها هيلب كنوح اللي هم ووحن سمينا وكلوان سيننا سو ماركتان حولين ويدريان كدبني وين وقهم بلادين وكنو لانكرين شركوا الله نقبت باديو إبليس سوى سيوطة إلهي سبحانه وتعالى ونوفر شلي وحو يري ولا أمرنهم وحو إبليس يري ولا أمرنهم ولا أمرنهم وحانا أمر دونا فلا يغيرنه ما شاء الله إلهي وما هدالي عدوكم بإنه قدقي فلا يغيرنه وحين بإنه بدلان خلق الله أبو رست إلهي إنه بدلان أيان وحو لي إبليس وأمريا سي أبو رست إلهي وبدليان إلى أركواتني وإن تصحي سي خواني أبو رست إلهي سبحانه وتعالى أي ماركتي أي وبدلان رايد وحير سامريشا وحمارك ساندين شيء عشر كان خياري وحوي إن سمير وين بو بهي هي يعني هدول هي يرون يهي معركة هي لا دول قاتو ولا سمرو رايد فريد أكن أوكي هل كان إبليس بحويري ولا أمرنهم وحنا أمر دونا فلا يغيرن ان يبدلان خلق الله يا بورتي ابي ثم سيبدليان واكن وحيو بدليان تدكي وحي كدغين وحل يداهدو ترانس هيومانيزم فيري هاف ماشين هاف دد الكن مارك انا غيري تدكي با وحي كدغيان هاف ماشين هاف دد فيري شيطان باكو أمره وحان هو سيطانيك لابي اسكو جرتا مركة بدلي دني تدكي اوي مشين كبدي قيام فيري هاف مشين أما معركتي هاف بير هاف ساسا سو معركتان واسيد معسيهين ها يساسو ما ايو تدكي قيب نمشين بكدي قيام قيب تسوها دينا waxay kum hay sameeyaan nimankeena naagay ka dhigayaan naalada ku dhacday naagayna niman bay ka dhigayaan waa waxan la yiraahdo transgender waxay la yiraahdeen a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wa fi'lu shaydaana waa kan shaydaan baa ku amray waa kan wuxuu yiri fala yughayirunna waxaan ku fiiri halkan day wala umirannahum waxaan ku amri doonaa waa kuwi isaga raaci gaalada ahay waan intu doonaa kuwaas ku yihiin fala kadibna markaan amrana waxaan ku amri doonaa فلا يغيرنه إن يبدلان خلق الله أبو رزد إلهي سيو بدليان واكن مشين بك دقيان تدكي عشان تدك العربد ان تدك الغرفتو أي مشين كان كميدا كجرتا مركو روال لكو دوا دريري مركي جركا عقشو أهي نقوني سيو قدبية مارك تي مغنطايسا كورنتا دي قدبية انتينا دي قدبية أوبرا haddii loo baahdana organadii sida wadnihii iyo beerkii kaliye bay weeraray u dili haddii rabtana qofka anteenada ku xiri waa qayb ka mid ah transhumanism adduunkan khiyaari waa u dhamaatay adduunka rajmala tusbax qaadi ilaahu waro haddii aan rumaynayna hadda nasiibka
waxaan hadda westerenku ka socdaa westerenka khiyaari waxaad ogaataa westerenka ilaahayba u carooday saan idin soo wado waadna yaabi doontaan qaybtii ka soo hadhayna markay bilaadan qayb mashiin ka dhigaan qaybta labaadna maaragtay waxay doonayaan inay ka dhigaan maaragtay wixii qurunka ahaa oo maaragtay nimankeena naaga ka dhigaan naagiina niman ka dhigaan maaragtay bilaadankiina intaa ka dhigaan arrintaana xaggee ka keeneen waa kan ibliis baa ku amray inay beddelaan oy saas sameeyaan soo maaha intaa markuu alle noo sheegay subxaanahu watacaala inuu yidhi nacalada ku dhacday ibliis ayaa rabbilcaalamiinkii baa marka inaga hadal ina siinaya digniina maxay tahay digniintaas alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxaasu dhan waan soo maqashay inay ancaamtii dilayaan inuu ibliis ku lumin doono inuu maaragtay amal iyo rajo beena u qaadi doono u dhihi doono waasaani waasaani isagoo ka mashquulina iyo jannadii iyo aakhirii wax kastoo wanaagsan uu been maaragtay haddii ilaah idiin roon yahay ku akhrin doono iyo rajo beenan waxba ka jirin intaasoo dhan markuu alla subxaanahu watacaala inoo soo sheegay iyo alla marka inoo sheegay marka wax walba isa yihiin alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yattakhidi qofkii ka dhigta ashaydaana shaydaanka weliyan saaxiib iyo mid ku ilaaliya iyo mid protection kugu sameeya iyo midaad hoos gasho qofkii shaydaan hoos gala ee wax ka dhigta qaarkoodna dee alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayacbuduuna daaquud baa lii kuwii daaquudku waa shaydaanka shaydaan bay caabudaan wixii shaydaankaas wax ka dhigta ee saaxiib ka dhigta ee weli ka dhigta ee ilaaliye ka dhigta ee xafido ka dhigta alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala min duuni illaahi ilaahay ka sakow qofkii shaydaan weli ka dhigta ilaahay ka sakow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi faqad khasira alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faqad khasira khusraanan mubiina qofkaasi waxa uu khasaaray khasaara cad su-aalkaa maaragti khasaare cad buu raxmaanku wuxuu yidhi ayaa uu maaragtay qofkaasi khasaaray khasaare cad buu khasaaray buu yidhi qofkaasi waxa weeye macnaha waxaad hadda aragteen waxaad hadda akhyaari aragteen maaragtay kulankii ugu horreysay ee nebi aadan iyo ibliis dhex maray iyo ibliis dhexdii wuxuu ku ballan qaaday oo dhan bad akhyaari aragteen maasha allah waxaan rabaa maaragtay haddana inaan intuso waxaan isloo aragnay macnaha inay jiraan dad shaydaan weli ka dhigta oo ilaahay noo sheegay oo dadkaas uu amro marka koowaad dadkaas uu lumiyaa qodobka koowaad uu lumiyaa qodobka labaadna rajo beena ayuu u ballan qaadaa kadib markuu laba lumiyo rajo beenana u ballan qaado qodobka saddexaad wuxuu yahay uu ku sameeyo wuxuu amraa inay xoolaha dilaan waxaan idiin sheegay inuu ninka biilgeed la yiraahdo iyo haweenedan new york laga soo doortay congress womanka marka magaceeda soo gala loo yaqaano aoc inay yiraahdaan lood adduunka way kulanaynaysaa global warming qorax bay gelinaysaa lood aanu dillo ibliis baa ku amray wuxuu yidhi waxaan amri doonaa inay nacaamta dilaan waa labo mar saddexaadkana wuxuu yidhi waxaan amri doonaa nacalada ku dhacday ibliis inay abuuridda ilaahay waa bilaadanka iyo xoolaha iyo wax walba waa waxaan gm foodka la yidhahdo cuntadii ay bedelayaan maaragtay bilaadankii ay bedelayaan qaarna mashiin iyo daanyar iyo doofaar ka dhigayaan maaragtay qaarna nimankiina naaga ka dhigayaan naagiina niman ka dhigayaan oo macnaha saasoo kale soo maaha nebiguna xadiis buu ku yidhi sala allahu caleyhi wasalam saacadda qiyaama dhici mayso oo adduunka maaragtay la burburin maayo ilaa bilaadanku ay isku bedelaan daanyeer iyo doofaar cajaayib cajaayib nin baa jiray dhowr bilood ka hor wadna doofaar loo geliyey muddou noolaa kadibna waa u dhintay hase yeeshee waxaa laisku raacay maaragtay in bilaadanka hadda soo socda maaragtay daanyeere iyo xumaan la wada bedeli doono marka khiyaari waxaan gelaynaa hadda marka qaybta labaad ee maaragtay casharkeennan oo ah dadka shaydaanka weli ka dhigtay dadka yihiin iyo suuratu shucara alla wuxuu ku sheegay subxaana haddana khiyaari marka waxaan isla aragnay qaybaheennii hore ee casharkan maanta in ibliis markuu ilaah alla casiyay subxaanahu watacaala oo ku dhaartay maaragtay inuu lumin doono midig uga imaan doono bidix uga imaan doono maaragtay hore uga imaan doono gadaal uga imaan doono
macnaha macnahaan dhehee midig iyo bidix iyo horey gadaal ugu iman doono. Culimada Islaamku waxay yidhaahdaan muusan dhihin kor baan ugu iman, waayo kor meeshaan ilaahay ka baryinay, ilaahay baa ka xijaabay. Waxaan kaloo idiin sheegay inuu sheegtay maaragtay inuu maaragtay bilaadanka lumin doono, maaragtay rajo beenan u ballanqaadi doono, awood iyo baawur iyo militari beena u ballanqaadi doono, waxaasna uu samayn doono. Waxaan idiin sheegay macnaha inuu amri doono inay maaragtaan caamta xoolaha nool aynu dhaqanno ay dilaan, makhluuqaadkii iyo abuuridda Ilaahay subxaana wa tacaala ay bedelaan kolka. Sidaa darteed waxaa jira dad akhyaaray maaragtay shaydaanka caabuda, ilaahayna qur-aanku noogu sheegay. waxaanu ka bilaabaynaa ururkan aad taqaanaan ee NATO, waayo ilaahay qur-aanku wuxuu sheegay suurata shucaraa inay jiraan junuudu ibliis, ciidamadii ibliiska. Fariid, halkani waa NATO ururka la yidhaahdo. Akhyaari waxa weeye xidigtoodiina waa tan, xidigtan aad aragtaan ee hortiina taalla waa wejiga shaydaanka. Xidigtani waa wejiga shaydaanka weeye. Halka maaragtay waana intus doonaa Fariid, intaana taangelin. waxaan doonayaa inaan wax kale intuso marka hore si aydan maaragtay ii faantaan. Fariid, bismillaah min ashaydaan rajiim. Ninkan waxaa la yidhaahdaa Anton Sandor Lavey baa la yidhahdaa. Ninkani nin yahuudi buu ahaa. Dhammaadkii lixdameeyadii ayaa waxa uu sameeyey waxa la yidhaahdo, fiiri halkan, founder of the church of Satan, kiniisadii shaydaanka, gurigii shaydaanka lagu caabudayey ayuu Maraykanka ka sameeyey. Shaydaan buu ahaa gebigiisaba, yahuudina wuu ahaa. Gurigii shaydaanka lagu caabudayey ayuu sameeyey, xataa muu qarsan. Calaamadan soo ma aragtaan waa geesaha shaydaanka, waa tan, tan weeyaan waa calaamadaas weeye. Fariid, kadib marka aynu ku noqonno sawirkii neytaynu ku noqonaynaa, halkan waxaad ka aragtaa NATO waa calaamadii shaydaanka ay u yaqaanaan, oo ninkan caabudii waana maaragtay waxaan waa shaydaankii oo sawiran bay yiraahdeen. NATO waa calaamada shaydaanka. Videogan hadday YouTube ka tirtiraan websitedeyda hayloobinayusuf.com baa kaa bangelin doonaa insha allah. Marka NATO waa ciidamadii shaydaanka, NATO waa ciidamadii shaydaanka. Calanka buluuga ee whitekan wataan waad ogtihiin waxa weeye, calanka buluuga ay haystaan waatana calaamada shaydaanka. Ninkana ururkiisa calaamadiisa uu bixiyey gurigii lagu caabudayey shaydaanka, Lafiye baa la yidhahdaa. Ninkan shaydaan buu caabudaa, waa kan calaamadiisi, waatan uu sameeyey. Calaamadan iyo calaamadan miyayna islahayn, soo ma aragtaan Fariid? Okay, guriga shaydaanka lagu caabudo gudihiisa, fiiri, way qaawan yihiin. Naagtan fiiri, shaydaantan xidigta neytaa ku sawiran waa xidigta shaydaanka ay caabudaan. Waxaana muxuu yahay? Waa geesaha shaydaanka. Bilowga hore muxusataan aayadda aan idiin sheegay inuu wala yidhi subxaana wa tacaala waxay caabudaan ee dhadiga ilaaha ku sheegaan wax kale maahane waa shaydaan mucaarid ahoo mariida, waa kan waa shaydaanka kay sheegaan sawirkiisa sawirteen. Xidigtiina waatan, xidigtii neytana waatan, waana shaydaan laga dhigay naag. Aayaddii xusuusta, aayaddii miyaan mar kale idin tusaa? Waatan fiiri, aayaddii waatan. Alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala in yadcuuna min duunihi ilaa inaathan, wax kale uma yeedhaane, waxay u yeedhaanuun dhadig, dhadig bay u yeedhaane, ilaah ka dhigtaan dhadigaasna. Wan yadcuuna, wax kale uma yeedhaane waxa weeye ilaa shaydaanin mariid, waa akhyaari waxa weeye, waa shaydaan mucaarida, shaydaan mucaarida weeyaan kolka. waxa weeye shaydaankaasi caabudan geesihiisiina waa kan, waa kan wixii xidigtiina waatan, waa xidigta neyta weeye meesha ku sawiran, iyagiina waa kan. Kuwo kaloo badan aan tuso, okay, kanna waxa weeye, waxa weeye transhumanism-ka waxay yiraahdaan. Eriga trans waxa weeye waa wixii oo wax lagu sii daro, bilmatalin boort marka la sii fidi waxay noqonaysaa transportation. Macnaha boortu waa deked ama meel laga dhoofo ama laga soo galo ama laga baxo, soo maaha. Transportation waa meesha waa lagu geynaya weye. Marka transhumanis waxa weeye humankii ayaa loo bedelayaa wax kale oo laga sii dhigayaa, ma garateen? Translation oo kale luqadii baa lasii fasirayaa. Marka waxa weeye maxay ku sheegeen? Waxay yiraahdeen
ترانس هيومانيزم waxa weeye philosophical falsafada an intellectual movement macnaha aqliga dhaqdhaqaaqa which advocates kuwaas oo ololeeya for the enhancement ballaarinta iyo sifaafaynta human condition marxaladda bilaadanka ku sugan yahay by developing in la hormariyo alday ee dhigaysta and making widely see waxsibaahsan macnaha loo helo available macnaha loo helo oo sophisticated oo wax maaragtay khatar oo sophisticated oo aad iyo aad macnaha u horumarsan technology that can greatly enhance maxay waxay yiraahdeen bilaadankii baan waxaan u bedelaynaa technology baan ku sameynaynaa waan idin haday markii hore aan tusay macnaha dad half machine laga dhigay half rasa laga dhigay markay waxay ku leeyeen maxaan u sameynaynaa aan u sameeyay sababta u sameynaynaa waa maxay longevity si uu dadku waqti dheer u noolaado subhanallah iblis wuxuu ku yiri xawiyaadan markay jannada ku jireen miyadan doonayn wuxuu yiri allah subhanahu wa ta'ala idinkama reebin xawiyaadan inaad geedka cuntaan ilaah rabbigiin idinkama reebin ilaa aad noqotaan laba malaa'ig ama aad weligii noolataan waa kan longevity inay weligood nolol dheer heraan aayad muxuu kuyiri alla quraan aayad quraan subxana wa tacala isagoo nimankan yuhuudda ka hadlaya rabbil caalamiin wuxuu yidhi mid iyaga ka mid waxay jecel yihiin inay kun sano noolaadaan waa kan noloshii raadinayaan fiiri ibliis baa xaawiyi aadan hore ugu qaaday waa been cimriga qofku jirayo ilaahay baa haya subxaana wa tacaala waxba iyagu kama bedeli karaan hadday haaf mashiin ka dhigaan iyo hadday isagoo dhan maaragtay mashiin ku wada rakibaan kolka waa been transhumanism waxay ku sheegeen inuu yahay dadkii noloshooda la kordhinayo dadkii wanaag waa beentuu ibliis u sheegay xaawiyi aadan ay jannadii ku waayeen ayay kuwan maantana shaydaamadana maaragtay ay doonayaan maaragtay inay hadduu ilaah idin rooyo bilaadanka ku qiyaamaan oo yidhaahdaan maaragtay dee waxaan idin samaynaynaa maaragtay dadan weligood dhiman baan idin ka dhigannaa dad jiraan idin ka dhigannaa wadna macmala idin samaynaynaa keliya macmala hadda eer waxay marayaan yidhaahdaan 3D printer baa lagu samayn doonaa keliya cusub iyo beer cusub iyo wadno cusub waxaanoo dhan waa been waa shaydaan waxba kama jiro waa beentood marka ninkii marka sameeyey kiniisadaas waa kan guriga shaydaanka lagu caabudo waa kan wuxuu samaystay isagoo shaydaan wuu iska dhigay geesihii shaydaanku la baxay halkan laba gees baa yaalla labadan gacmood markay taagaan madaxda maraykanka galbeedka oo dhan iyo ciyaartooyda sports bay ka dhigaan ma ahan waa shaydaan bay caabudayaan marka dadkan waxa weeye waa dadka shaydaanka weli ka dhigtay ee ilaahay nooga digay subxaana wa tacaala oo yiri waman yatakhida shaydaanan weliyan faqad khusira khusraanan mubiina wuxuu khasaaray khasaare cad si kastay taajir u yihiin si kastay maal u haystaan wakaa shaydaankii caabidaan fiiri shaydaan dhadig bay alla caabidaan soo ma dhihin subxaana wa tacaala waa kan way sawiraan fiiri nacalada ku dhacday waxaan qurunka tay fariid okay shaydaanti kalena fiiri tani waa shaydaanti weyneyda madoono ahayd soo ma aragtid kiibfiiri waa shaydaanti madoono ahayd day geesihiisiiba la baxday waa kan halkan u fadhiyaa gacmahiisaa leedahay soo ma aragtid waxa dhan waa wada shaydaan waxaan hollywoodkii muusig lagu yiraahdo dhan kulligood waa wada shaydaan waana idiin sharaxay shaydaankiina caabudaan maaragtay shaqadooduna maaragtay kulligood waa wada saas marka haddaan idinku celiyo kuwii hore waa kuwan nimankan ururkani waa ururka adduunka haysta ee meel kasta cid la hadli kartaa jirin shaydaan baa u ballan qaaday ballantii marka hore uu lumiyey gaaluu ka dhigay kadibna wuxuu ballan qaaday rajo beena waana ciidankii shaydaanka ciidanka shaydaanka weeye waana waxa maaragtay hadduu ilaah idiin roon yahay fasaadka adduunka ku wada waxaanoo dhan waa shaydaan doolarkani waa macnaha waxay ku adeegsanayaan adduunyada kula qaybinayaan kolka waxa weeye akhyaare waxaan rajaynayaa maaragtay hadduu ilaahay idiin roon yahay waxaan rajaynayaa maaragtay casharka inaad maanta aragteen waxaanay leeyihiin mataqaanaa global warming oo xayawaankii lo'dii baan dilaynaa wax kale maaha shaydaan baa amray markanay leeyihiin dadkan maaragtay transhumanism baan ka samaynaynaayo mashiin baan ka dhigannaa maaragtay naagihiina nin baan ka dhigannaa nimankiina naagaan ka dhigannaa nacalada ku dhacday ibliis baa amray aayada qur-aanana waa in tusay anigu weligii ma arag wadaad maaragtay isku xiro oo mataqaanaa na tuso xataa ilaahay subxaana wa tacaala
isagoo og fiiri alla wuxuu subxaana watacaala qur-aanka maa faradnaa fiihim shayin alla wuxuu subxana watacala kitaabka qur-aanka waxba ugu baan tegin. Innaga caqli yaraanteenna iyo fikirgaabnideedna ayaan waxba kala soo bixi karin wax walba oo qur-aan ku jira. ilaahay subxaana watacaala waa uu inoo sheegay waxa uu yahay, wax walba oo qur-aanka ku jira waa laynoo sheegay. marka waxa weeye macnaha waxaan rajaynayaa dadka inay bartaan. intaana khiyaar ay ka bixin maaragtay wax kale ayaan doonayaa inaan idin tuso. hal wax baan rabaa maaragtay insha allahu inaad ila aragtaan intaanan meesha ka bixin fari. maaragtay waxaasina waxa weeye kan waa in saxiixa fiirsada hadduu ilaahay idmo. okay, kolkii ugu horreysay ninkii fikraddan keenay iyo bilaadanka ayb uu kasoo jeedaa, ayb daanyeer yuu kasoo jeedaa, yiri nin yahuudi buu ahaa, waxaa la odhan jiray Charles Darwin, wuxuu ahaa British yahuudi buu ahaa, beenaalaha ugu weyn buu ahaa, xaawi aadan buu diidan yahay. fiiri ninkaasi markuu yiri bilaadanku ayb uu kasoo jeedaa, iskoolada lagu dhigaa evolution baa la yidhaahdaa, daanyeer bay ka yimaadeen, bilaadan bay noqdeen. fiiri waa been iska cad, waxba kama jiro, shaydaan baana ka dambeeya. bilowga casharka maxaad inay shaydaanka khiyaamadiisa ugu weyn waxa waa inuu qariyo qisadii abuuradda xaawi aadan buu ka qarinayaa. markuu wuxuu yidhi shaydaan baa usoo dhiibay, isaguna shaydaan buu ahaa, wuxuu yidhi daanyeer baan kasoo jeednaa. marka markay adduunyada ku qabsadeen in dadku daanyeer kasoo jeedo oo qisadii diiniga ahayd xaawi aadan laga tegey, kadib waxaa bilowday muddo ku jireen dadkii dhaqeen madaxa, kadibna waxay yidhaahdeen ow dad baad noqoteen, haddana waxaa laydinka dhigayaa mashiin. fiiri waa kan, mashiin baa laydinka dhigayaa bay yidhaahdeen, dad baa laydin mashiin baa laydinka dhigayaa. marka inna mashiinka laga dhigay, inna waxaa laga dhigay maaragtay waa laisku nimankiina naagaa laga dhigay, naagihiina niman baa laga dhigay. acuudu billaahi min ashaydaan rajiim. fiiri waa muxuu yiri ibliis walaa yuqayiranna, waxayna bedeli doonaan khalqullaahi, abuuradda ilaahay baan ku orgarayn doonaa, ugu yiri oon ku amri doonaa inay abuuradda ilaahay bedelaan. waa kan marka hore been bay sheegeen, waxay yidhahdeen bilaadanku daanyeer buu ka yimid. mar labaadkiina waxay yidhaahdeen mashiin baan noqonaynaa. kolka qur-aanku muxuu arrintaa ka yiri? marka aayad iga yaabaysaan idin tusayaa, weligeena sheekh kama maqan, laakiin waxaan doonayaa inaad ila aragtaan aayaddani. waxa weeye xusuusta ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waxba ugama tegin qur-aanka, wax walba qur-aanka ku jiraan, hase yeeshee innaga maaragtay aqoonyarideenna iyo fikirgaabnideenna iyo maskaxdoodina ka shaqaysiinayn iyaan meesha la fadhina wayna waxba garanayn. kitaabkani waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan, kitaab caadi ma aha, waa kitaabkii carab oo dadka ugu hooseysa oon maaragtay nimankii farisiga iyo bershiyaanka iyo yurubiyaanka romaanka ahaa iyo cid kale aan gaadi karin ka kormarisay ay kun sannadood u haysteen boqortooyo iyo cid walba ku xukumaan. kalaamullaahi wax la dhayalsan kara ma aha, waa wixii reer bani israa'iil oo fircoon gumaysto kitaabkii tawrad markuu alla siiyey, boqortooyadii ugu khatarsanayd ee ugu weynayd ee ugu barakaysanayd ee ugu xoog badnay ee bilaadan soo maro nebi muuse ka bilaabatay ilaa ayuu nebi suleymaan ahayd ay ku heleen. kitaabku akhyaar ee ciyaar maaha, ilaahay qalbigiina ha geliyo, ilaahay qalbigeenna ha geliyo, allahina jeclaysiiyo, aynu baranno, awlaadiina bara. marka wax walba alla kitaabka ku sheegay, innagaan fikirkeenu saa u shaqaynayn. marka suurata daariyaad macnaheedu waxa weeye daariyaad waa dabayshii wax tuuraysay, dabayshii wax firdhinaysay, suuradda la yidhaahdo waxa weeye suuradda koob iyo kontonaada aayadda afarteed sagaalaad baan idin tusaya. marka labada aayadood baan doonaya inaad ila akhridaan waad maaragtay aynu isla fahna. alla wuxuu yihi subxaana watacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله يحيي سبحانه وتعالى ومن كل شيء شيء والبا الله يحيي سبحانه وتعالى خلقنا وحن وأبورني ونكيه لي زوجين لبن نوع لب يددك شيء والبا مع الجيدها حولها ضدك. الله يحيي سبحانه وتعالى وحن كدقني لب يددك طمركي نيني ناك xoolihii kale oo dhanna lab iyo dhadig, xataa geedaha naftigooda lab iyo dhadig bay leeyihiin, wax walbo nool iyo shay walba lab iyo dhadig buu leeyahay. marka aayaddan alla yidhi subxaana watacaala shay walba waxaan ka dhignay lab iyo dhadig, alla wuxuu yidhi subxaana watacaala muxuu kusoo koobay aayaddan lacallakum tadakaruun, waxaad mudan tihiin inaad waantoodaan.
inaad waantoodaan ayaad mudantihiin ood aragtaan makhluuqaadka ilaahay xusuusta. Aayaddani ani fikirkayga waxay la muuqataa alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, markaad aragtaan lab iyo dhadigii oo laysku qasay oo naagtii ninkii aan la kala garanayn waxay kala yihiin, waa adduunka fasaad kaa yimaado. Horena wuu yidhi raxmaanku shay walba waxaan ka dhigay oon u sameeyey lab iyo dhadig ee waxaad mudantihiin inaad waantoodaan. Marka maxaa aayaddan loo keenay? Fiiri aayaddan marka. Alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, fafiruu ila allaahi, alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, ilaahay u ordaa. Kadibna nebiga waxaa tiraahdaa weeyaan, nebigii aayaddan ku socotaa, nebiga waxaa tiraahdaa weeye macnaha aniga innii aniga rasuulullaahi maxameda minhu, ilaahay xaggiisaan ka socdaa, oon nadiirun mubiin, waxaan ahay digacad oo idinka yimid. Kolkan u aayaddan waxaan u fahmay khiyaaray waa la leeyahay subxaanahu watacaala, markaad aragtaan originaalkayga abuuraddaydii hore ee creationkayga ahaa inaan wax walba laba dhidib ka dhigay, markaad aragtaan iyada oo iblis bedelay, waa loo sii daayaa laga yaaba. Xusuusta amarka ilaahay baa iskale, iblis iyo gaaladu awood ma lahan, awoodda ilaahay baa leh. Hase yeeshee marmar rabbulcaalamiin gaalada waa loo sii daayaa amarka, waa la siiyaa si ay iskugu fasaadiyaan, ugu baabiyaan naftooda iyagii wixii raacaba, waana fidna iyo ciqaab bay ku tahay. Kolka rabbulcaalamiin ana aayaddan waxaan u arkaa khiyaar inuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, original creationkaygii abuuraddaydii hore markaad aragtaan ee labi dhadig ahayd oo la bedelay oo laysku qasay oo naagiyo nin aan la kala garanayn, wax walba ilaahay u orda maalinkaas. Maalinkaana waan joognaa, waa maalinkan maanta, waa maalinkan maanta. Nimankii reer galbeedka ahaa labi dhadig bay isku qaseen, adduunka dhanna saasay ka wadaan. Dowladdii aan waxaa agreement la lahayn ee ka hor iman, shacabkooda dab looma shid akhyaaray. Akhyaari, miyaad ogtihiin in maalinkan maanta dowladda aan maaragtay nimanka Israa'iil waddanka saaxiib la ahayn aan dab loo shidin? Miyaad saa ogtihiin? Waa sistemkii dajaal wallay wuu nahayaa, culimo nooga digta ma arag, waayo siyaasaddii iyo iskuma xidi karaan diinkii iyo wax waqtiga taagan. Waxaad ogaataa kitaab qur-aanka ee raxmaanka na siiya akhyaaray, saacad walba, saban walba, sanad walba, bil walba, ummadda joogta ilaa yowmil qiyaamaha ayuu u taagan yahay. Yaa keenay kitaabka? Rabbulcaalamiin baa keenay. Wuu naga horeeya ilaahay subxaanahu watacaala, wax walba og yahay. Soo akhyaaray maaragtay suurat albaqara aayadda ayad kursi allama dhihin subxaanahu watacaala, yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum, wuxuu ogyahay wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey. Ummad walba oo taagan qur-aanku waa la jaanqaadayaa, ummad kasta waqtigeeda taaganna calaamadoodii qur-aankii ku jirtaa. Qur-aankani ma aha akhyaaray maaragtay ciyaar ciyaar iyo dheeldheel, wax kasta qur-aanku ku jira. Markaan waxaan u arkay aayaddan walaalayay subxaanahu watacaala, haddaan mar kale ku celiyo, markaad aragtaan abuuraddaydii aan abuuray ee wax walba laba dhadig aan ka dhigay oo laysku qasay oo maaragtay naagi nin aan la kala garanayn, inuu alla leeyahay subxaanahu watacaala waqtiga ayada haddaad nooshahay, fafiruu ila allaah, ilaahay u orod. Nabigana la yiri sallallahu alayhi wasallam, waxaad tidhaahdaa innii lakum, anugu waxaan idin ahay idinka minhu, diga xagga alla ka yimid, oo nadiirun mubiin, diga cad baan idiin ahay oo xagga ilaahay ka yimid. Marka akhyaari waxa weeye waqti xun baa lagu jiraa, waxaan rajeynayaa maaragtay inaad casharka ka faa'iidaysatid maanta insha allahu tacaala. Dadkana hala gaarsiiyo, waxaan jeclaa dadku maaragtay inay diinka maaragtay ila bartaan. Haddii diinta hala barto waxbaa ka caajisina, aniguba waan soo istargelgareeyey luqadda carabiga native-keeni ma aha, inkastoo erayo badan oo qur-aanku jira haddaad soomaaliga si fiican u taqaano aad ku dhab yartahay ood fahmi karta macnaha. Marka waxa weeye xusuusta alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, walaqad yasarna alqur'aana fahal min mudakir, alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, xaqiiqdii waan sakhirnay qur'aanka ee ma jira wax ku waantoobay oo baranaya. Qur'aanku mucjiso wataa, uma baahnid inuu abaha alxuseen alcarab ahaa ayada maaragtay islaan carab ay ahayd. Haddaad niyadu wanaagsan la timaado, ilaahay iyo rasuulkiisa saxaqa u rumaysid, ilaahay tala saaratid, albaaba lagu furi moogtin. Akhyaaray, lixda nin ee sunnada islaamka macnaha lixda xadiis inoo qoray sida Bukhaari iyo Muslim iyo Daawud iyo Nisaa iyo kulli Tirmidhi, miyaad ogtin akhyaaray hal nin keliya inuu carabi yahay? Annisaa'i keliya caraba, inta kaloo dhan waa niman
عربي يوم عرقتي كوكيشيان يبيرشيان يكل وحاصر لنا مرك الدين تاني ومعجزه إلهي سبحانه وتعالى دين كان عربك يمسو دجن لغده وكتاب قرآن كوا عربي لكن الله سبحانه وتعالى نبي جينا محل قوير صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا للرحمة إلا رحمة للعالمين إلهي سبحانه وتعالى رسولك نبسو دجي الرحمة عالمك سأدرت يتغف كستو كلامك إلهي دونا إنو برطو إنو أخريو معجزة كجرتا إلهي سبحانه وتعالى يا بري أو تصيح قيار انت سنكسو كوبايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.